السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف أسفلت بيمتص المطر. هي التقنية ممكن تكون موجودة في بلاد كتيرة، لكن هي لسه جديدة في الدول العربية حسب علمي. يعني أسفلت قادر على امتصاص المية والرطوبة، هو بيجي زي يتركب بالشكل دوت. كطبقة أخيرة للطرق بدل من الأسفلت التقليدي المستخدم في أغلب الدول. هي سهولة التركيب والفك، دي أول حاجة. مش هنحتاج للحفر ولا تكسير، ممتاز. هتختصر الوقت والجهد وتوفر. ان شاء الله نبقى نروح نصورها ونشوفها. دي فكرة كويسة، ان هو بدل ما يطبقها في البلد كلها يجربها على جزء، وبعد كده لو نفعت يبدأ ان هو يعمم التجربة.